الرياضة يعني بكلمة رياضة، إنما حركة، أنا نعم. أتكلم عن حركة يعني ليكون الأمر عام جدا. فطبعا هناك لماذا الحركة؟ لأن هناك من يقوم برياضة تلقائيا، فالذين يعملون في الحقول من فلاحين مزارعين، والذين يعملون في الورشات، والذين يعملون مثلا حتى في سوق الخضر، والذين يعملون في هذه الأشياء التي تتطلب جهد عضلي، نعم فهؤلاء يقومون برياضة تلقائيا. نعم ولذلك نجد مثلا أن توازن في البادية، يعني توازن في الجسم في البادية هو لا يمكن أن يكون بنفس الشكل في المدينة. هذا الناس اللي في البادية كنشوفوا وجوههم يعني حمرين، الدورة الدموية جيدة، أن حتى حاسة الشم عندهم قوية، عندهم بصر يعني يرون من بعيد ويسمعون جيد، عندهم حركة ديالهم خفيفة، أنهم كيركزوا مزيان، إلى يعني باش نعرفوا يعني دور الحركة أو دور يعني النشاط أو ديال الجسم. شوف مثلا ناخذوا طفل عنده 10 سنوات ولا 12 سنة من ولا او لا او حتى اكبر، حتى 16 سنه من المدينه، ثم نركبوه على دابه، ركبوه مثلا على بغل او حصان او في نعم. لا يمكن يمسك نفسه، نعم سيسقط. لا يمكن. ثم الناس في الباديه ان تنشوف الطفل عنده 8 سنين و10 سنين وانه يركب على الحصان، ما عنده لا يعني لا هذيك السرج، برد لا السرج لا نعم. برد عليه، نعم. ولو يركب عليه هكذا ويعني يكون عنده توازن، نعم يكون عنده توازن، هذه الخفه ديال الحركه او نعم. هذه جاي هنا مهم جدا باش الناس يعرفوا هذه القضيه هذه، ماشي بالضروره تكون واحد الرياضه عنيفه ولا واحد الرياضه انه غادي يتعلم يتعارك او اشياء هكذا، ليس بالضروره. يعني اي حركه، الانسان اذا تحرك نعم. فوق، لماذا؟ بدون حركة لا يحرق الجسم الطاقة التي يأخذ، وفي جميع الحالات كيفما كانت التغذية فالطاقة دائما زائدة عند الإنسان، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى شهر كامل للصيام لينقص من هذه الطاقة. ومع الأسف أنا حتى رمضان الناس يأكلون أكثر من يعني من شهور الأخرى هذه. فهذه الأشياء كمقدمة عامة، أن الله خلق هذا الإنسان وسواه وأحسن يعني خلقه، كما يقول سبحانه وتعالى في سورة التين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم. إنسان خلق الله في أحسن تقويم، يعني جيد، يعني العضلات العظام كل شيء. ثم في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خلق الله يمشي على رجلين وعنده جوج اليدين فيهم اصابع، هاد اليد هادي ممكن يهزها، ممكن يهز بها، ممكن يدفع بها، ممكن يجر بها، ممكن يضرب بها، ممكن جميع الاشكال الحركه واشكال الاعمال ممكن يعملها الانسان باليد ديالو. شوف مثلا غير هذوك الروبويات اللي صنعوهم، يعني شو الحركه ديالو بشعه لا قارنها مع حركه الانسان. حركه الانسان عنده حركه ديالو لينه، يعني وتتبان ملي الانسان كيتمشى كيبان انه ملي كيكون غادي ماشي كيتبان الحركه ديالو جميله جدا، ماشي بحال الروبويات اللي كيكون واحد المشيه ديالو يكون بشعه. فبدون حركه لا يكون تنفس جيد، لا يدخل الاكسجين للجسم، اذا لم يدخل الاكسجين للجسم فحتى الانسان لا يحس بالجوع ولا 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 بالعطش ولا باي شيء. فهذا هذا هذا من جهه. جهه اخرى الناس اللي كيتحركوا تلقائيا جيد، الناس اللي ما عندهمش كيفاش يتحركوا بحال في المدينه الموظفين واللي خدامين في المكاتب نعم. وما الى ذلك، هذو لازم يتحركوا ماشي، لازم يعملوا رياضه، هذه لازم يعملوا رياضه ما فيهاش نعم. يعني ف 4000 متر حتى 6000 متر في اليوم بالنسبه للرجال، 3000 حتى 5000 بالنسبه للنساء. علي النساء الا تحركوا غير في الديور ديالهم وقاموا بالاعمال المنزليه كيكونوا عملوا واحد الرياضه. كنشوفوا ان النساء من نهار كيشقاو مثلا، نهار كيعملوا الشغل ديال المنزل كيكونوا احسن، نهار ما كاينش كتكون عندهم ميبوتونسيون كيكونوا سخفانات علي يعني. فهذه الحركه هي اللي كتخلي الطاقه تحرق في الجسم. نعطيك مثال، شوف مثلا هذا المحرك الا كثرنا ليه وقود يخسر، الا كثرنا ليه وقود يخسر، خاصو ياخذ الوقود اللازم ديالو باش يمشي على السرعات المختلفه ديال السياره. الجسم كذلك إذا كثرنا عليه الطاقة وما خدمش هذه الطاقة كيخزنها على شكل شحوم، ملي كتخزن على شكل شحوم كتخزن فيها التوكسينات وكتخزنوا فيها المعادن الثقيلة السامة وكتخزنوا فيها كذلك المسرطنات، كلهم كيكونوا ليبوسوليبل، هذو كلهم كيتخزنوا في الشحوم. ثم كينتج عن هذا الشيء هو تضخم الأعضاء، كيوليو شحوم على في الأعضاء بحال مثلا في القولون حول الكبد، كيوليو حول الكلية، شحوم حول الحزام، شحوم حول القلب،
شحوم داخل الشرايين، الدم كيكون تخين، كل هذه الاشياء ملي كيتحرك الشخص الدم ديالو كيدور جيد، كياخذ اكسجين كيحرق الماده، هنا اللي كنسميوه ميتابوليزم اوكسيداتيف ديال هاد العضلات. ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان ليتحرك، الان ولاو الات باش ما يعني نديروش واحد الجهد كبير. الناس كيقولوا يعني حمدا لله، انا اقول يا للاسف، ان الانسان من قبل كان يعمل الاعمال ديالو بيدو. شوف بناء الاهرامات، شوف الاثارات اللي مازال باقيين، كان الحضارات اللي سبقتنا، شوف الانسان كيفاش كان قوي، الجسم ديالو كان مشتد، كان يصارع الحيوانات. يعني الحيوانات عظيمه، يعني مثل النمر ومثل السبع، مثل ما يمكنش الانسان يصارع، هذه ليس اي شيء يعني. ولكن ان تطور العلم، نعم تطور العلم نعم، ولكن الجهد ديال الانسان قل، وما خصوش هذا مشكل. نعم ما خصش هذاك الميزان الكوني، يعني الناموس الكوني اللي خلق الله سبحانه وتعالى الانسان، ما خصوش يختل، لان الميزان يختل يعني بكثرة الراحة، كثرة الراحة، قلة الحركة مع كثرة الأكل طبعا، قلة الأكسجين يعني تلوث الهواء، فهنا الجسم غادي يكون نضغط على الأزرار. أكيد أكيد على الأقل نعم نضغط على الأزرار، لما لا، ولكن نحن لا نعم، العلم سخره الله سبحانه وتعالى باش تخدموا، ولكن ما نعولوش عليه. على الأقل الشخص يتحرك واحد مرتين في الأسبوع، إما يشري دراجة يبقى يمشي على العمل، لما لا، إما يمشي على رجله للعمل، ما فيها بأس. يعني مرتين في الأسبوع ولا ثلاث مرات ولا السبت والحد يخرج للغابة ولا يخرج خارج المدينة يتمشى على رجله، ما يخرجش في السيارة ويوقفها عادي يتمشى، لا، يخرج مشيا ويرجع مشيا، يكون 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 أحسن، ويدي معه الزوجة ديالو، ويدي معه الأطفال ديالو، ولا يدي معه حتى أمه ولا أبوه إلا كانوا عايشين معه، لما لا باش الناس كلهم يتحركوا ويستفدوا طبعا. يستفدوا، غادي يستفدوا من الأكسجين، غادي يخرجوا هذيك الدخان يعني الكبريت اللي كانوا يستنشقوه وما إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى هبط سيدنا آدم الأرض، صافي خصو يجري، خصو يخدم، خصو يقلب على الخبز كما نقول نحن، خصو يسعى، بالعربيه نقول يسعى، معنى يسعى ان الانسان يخرج من، علاش؟ لان ماشي بالضروره يكون عمل، اي حاجه خارج راك تسعى طبعا. تسعى الى الله سبحانه وتعالى، تخرج العباده للصلاه وما الى ذلك، تسعى للاصلاح، وتسعى لما تزور الناس، وتسعى لما تعمل، هذه كلها عام. ولذلك حتى في قديم الزمان ما كانش الانسان كيريح، كان كل شيء الحرف كيعملها بيدو، كل شيء ماشي، وجاء من قصر المدينه رجل يسعى، يعني هذه كيسعى تما الناس في الصوره انه كيطلبنا عجلين، لا، ولكن انه يسعى، انه يسعى الى الخير، او وهذا اللي اخبر سيدنا موسى باش يخرج، هو كان يسعى الى الخير، جاء يسعى طبعا. الى الخير، نعم، ماشي باش المال. فهذه الحركه هي ضروريه، الناس الان ما كيردوش البال، ولذلك خصصنا لها هذه الحلقه، هذه ان الناس كيردوا البال غير للاكل، وانهم دابا منشغلين غير بالبروتينات والفيتامينات. نعم. لازم ينشغلوا بالهواء وبالحركة أكثر من بروتينات، حتى هي جزء من، وإلا لا يكون هناك توازن، ليس هناك توازن يعني أصلا. فهذا الحركة ضرورية. شوف الأطفال الآن، الأطفال ما بقاتش عندهم شهية، لأن حتى اللاعب ما بقاوش كيلعبوا، ولاو الساحات صغار في المدارس، خصوص مدارس حرة في مساحات صغار، ما بقاوش كيخرجوا، لنا عندهم كثرة الدروس، ما بقاوش يعني حتى ديك الرياضات. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اللاعب ديالو ما بقاش داك اللاعب اللي كنا حنا كنلعبوا، ثم انه ما بقاوش كيمشيو على رجليهم للمدرسة، حنا كنا كنمشيو على رجلينا للمدرسة 8 كيلومترات، الاطفال ولا كيمشيو في اما في نقل الاطفال، ولا كيديوهم والديهم بالسيارات، الطفل كيجي للدار ما عنده والو، كيعيش في منزل فيه 100 متر ولا اقل. فطبعا الطفل خصو يتحرك، علاش؟ لان لما تحركش ما كيكونش عنده نمو جيد، ما كيكونش اكسجين جيد، انزيمات الهرمون ديالهم، خصوص هرمون النمو، هرمون النمو خصو الحركة. ثم باش يحرق هذاك الشيء ويطلب ماكل اخر، طبعا كنشوفوا ان الاطفال كياكلوا اشياء ليست مغذيه، بحال الحلويات، هي ليست مغذيه بالذات، نعم، ليست مغذية، كياخذها بكثرة كتخليه ما كي يفقد الشهية، يفقد الشهية باش ياخذ اشياء مهمة اللي منها بروتينات، منها القطاني، منها الخبز، منها الزيت، منها الفواكه الجافة، منها اشياء جيدة، الفواكه، لما لا الفواكه. ثم نقطة أخيرة في هذه المقدمة، هذه أن بعد الرياضة لازم الناس يشربوا الماء، فعلا ماء جيد، معدني، نقي، نظيف، ولا اللي ما عندوش الماء معدني الله يكون في العون، اللي ما عندوش باش يشري يغلي الماء، من الاحسن يتغلى، من الاحسن انا اقول ما يكون ماء ديال البير ولا ديال العين ولا حتى ماء الصنبور يتغلى. ليس هناك اي ضرر في تغليه الماء ابدا، بالعكس، هو الكالكير كيهبط ملي كنغليو الماء، كيترسب الكالكير، وواحد الغازات الدائبه كتمشي. ماء مغلى الى اضاف لها
مثلا فاكهة يكون أحسن، يشرب الماء ويأكل تفاحة ولا ليمونة ولا أي فاكهة علاش باش يرد الأملاح المعدنية اللي مشات بالتعرق. نعم يرد الأملاح المعدنية. وكل الفواكه جيدة، ماشي بالضرورة الموز. ناس كيفضلوا الموز، ماشي بالضرورة الموز، كل الفواكه جيدة. حتى الرمان، حتى الهندية، حتى الأشياء هذه الفراو، هذه الكرز، هذه حبل الملوك ولا البرقوق، ولا كل الفواكه جيدة. اللي لازم يشرب الماء ويأكل يعني هذا فاكهة، ثم ينتظر. نعم. علاش ينتظر؟ باش هذيك الماء يدوز من الكلية ويخرج، باش نعم باش يخرج منه هذيك الزوائد. ثم يعني بغى طبعا ملي بغى ياكل ياكل، ما عنديش مشكل.